ان شاء الله. سلام عليكم. لاباس عليكم بخير. الحمد لله نشكر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك حبيبتي. الله يطول عمرك. مرحبا بك. اذا اليوم غنحضروا معك، قلتي بان عندك وصفات كثيره، اكيد غادي نرجعوا لك ان شاء الله في حلقات مقبله. ان شاء الله ان شاء الله. ولكن اليوم على بسطيله بالدجاج والكروفات والحوت وليزيبينا. نعم، هذه بسطيله يعني نقولوا على طريقه بشرى. طريقة بوسطة في الحقيقة هذه النوستالجي ديالي ديال هذه 20 طون وبقى الآن مميزة ومحترمة وما جاتني بلاصة حتى شي حاجة. ياك. نعم. وي خفيفة غزالة. إذا هي خليط بين السمك وبين الدجاج. واخا ناخذ المقادير. والصبانخ. المقادير حبيبتي نعطيهم لك، ما تقيدوش بالمقادير، زعما ماشي كاين واحد المقدار معين، ولكن عين الإنسان، نحن مغاربة تنقولوا عيننا ميزاننا. نعم. عندنا حبيبتي دجاجة ديال كيلو ونص. عندنا كيلو ديال الكروفات. نعم. كيلو لانس كيلو تليزيبينا على حسب الموجود. نعم. ونتمنى تكون حوته ديال كيلو باللحم البيض، الحوت البيض. نعم. فوالا كنشدو الدجاجه كنسلقوها في التويمه، ضريز ديال الثومه وطرف ديال الحامض. واخا ناخذو حتى المقادير، عندنا الدجاج بوحدو والسمك بوحدو. فوالا هذا ديال نفتحو قوس حدا الدجاجه ديال كيلو ونص، غنعملو معاها الثومه. هي توما وشنيفات الحامض كيتسلق معاها. الحامض هكاك صحيح؟ صحيح. لا صحيح. صحيح نعملو نص حامضة ولا شحال؟ نص حامضة ولا جوج طريفات ماشي مشكل. إيه. وكيتسلق معاها. صافي غير توما والحامض. صافي غير توما والحامض. الدجاجة صحيحة؟ صحيحة كنديروها ماشي مشكل. إيه. حتى كتسلق وكنهزوها وهذاك الماء ديالها كنعاودو نديرو الكروفات. الماء ديال الدجاج كنديروا فيه كنعاودوا نديروا الكروفات يتسلق. اذا ما نضيفوا لا ثومه لا والو لا ملحه لا حتى حاجه. لا والو والو حبيبه والو. نعم. صافي ملي كيتسلق شي كروفات كنزولوه ونقيوه بيان سيغ، وفي هذاك الماء كنديروا الحوته. اذا هنايا الكروفات حتى كتعمليه بالقشور ديالو؟ القشور ديالو. نعم. باش كيهز الطياب وعاد كيتنقى على خاطره يبقى ناشف من الداخل. وكديك الماء ديالو عاوتاني كنديروا الحوته. ايه. ديال كيلو عاوتاني حتى هي كتنقى من الشوك كيبقى غير العبيره، وعاد كنشدو حبيبتي مقله كنديرو فيها طري الزبده وطري الفسيس شويه د الزيت وكنديو لي زيبيناغ فيها. فوالا دغيا كيدبالو وكيسخفو. نعم. الملحه فين هي؟ انا عاد غادي نديرها ملي غنخلطو الجميع. الكروفات بيان سيغ كيبقى لا غير هنايا في الصبانيغ بلا ملحه بلا زيت. لا وعليش ماشي مشكل، دابا ملي غادي تخلط كلشي عاد غادي نزيدو المليحه والبزار. واخا غير هنايا بالنسبه للصبانيغ غير كتنقيهم كنحيدو داك العويه ديالك بطبيعه الحال، ما يتفوروا ما حتى حاجه، ما تقطعيهم ما والو. لا والو ديك الساعه كيسخفوا وكيطيحوا. نعم. ايه. صافي وكنشدو حبيبتي قنيله كبيره ولا كوكوطه وكنديرو فيها لي زيبيناغ والدجاج اللي فرستناه ونقيناه بيان سيغ والحوت هو نقيناه، كنزيدو عليهم نص كاس من داك لو بويون اللي طيبنا فيه داك الشيء. المقادير وكنزيدو نص كاس ديال الحامض. وبزيره ومليحه ونبقاو نشحرو في داك الشيء حتى يبان لينا بدا كيعقد شويه، راه كيعقد كيشرب داك الشيء كله كيشرب ديك الميه. وكنزيدو حك ديال لا كريم فريش. يعني رابعه. رابعه فوالا ديال 200 غرام. صافي وديك الساعه خليها يبرد شويه وعاد وجدي الورقه ديالك تكون من الاحسن من مذوبين زبيده وزيدين فيها جوج معلقات لا موطارد باش كيطلق كيعطي القرمشه وكيبنن. واخا عاودي عطينا هاد الوصفه. اذا الورقه ديال البسطيله بحسب اللي بغينا اش غنعملوا معاها؟ كان ملي كنبغيو باش ندهنوها كندهنوها بالزبيده تكون ديجا مذوبه ومخلطه بجوج معلقات ديال لا موطارد. ايه. اذا الزبده مذوبه مع جوج معلقات صغار موطارد. معلقات لا موطارد فوالا. ايه. صافي وكنبداو نعمرو بيان سيغ ديك لافارس راها كلها بردات ونشفات. ملي كنخويوها كامله عاد كنديرو فوق منها لي كروفات. اذا الكروفات ما عملناهمش في الكروفات. لا ما كنشحروش لا باش ما يتفرتتش يبقى شاد راسو. كنستفو غير من الفوق. فوالا. صافي. صافي وكنلمطو بسطيلتنا بالصحة والراحة راه كتجي رائعة. واخا أنا نمشي معاك شوية بشوية وإن شاء الله المستمعات حتى هما يفهموا. إذا عندنا في المقادير عندنا دجاجة ديال كيلو ونص تقريبا. أيوا. هاد الدجاجة هادي طبعا غادي نغسلوها مزيان، من الأفضل تكون غاسلينها البارح ومخليناها مسقطرة. ياك لا بشرى. هي نسلقوها مع ضريس ولا جوج أولا ثلاثة ديال الثومة بحسب الاختيار. وتقريبا واحد جوج طريفات ديال الحامض. ديال الحامض. نعم نديروا الماء بزايد باش لأن هاد الماء راه عاد غنسلقوا فيه.
غنسلقوا فيه السمك لنا كامل. اذا تسلقات الدجاجه طابت مزيان حيدناها واحتفظنا بالماء. هذاك الماء غادي نعاودوا نسلقوا فيه كيلو ديالنا ديال الكروفيت، ولكن الكروفيت راه بالقشور ديالو ما حيدنا منه حتى حاجه. حتى وين الكروفيت راه دغيا دغيا السلق ديالو راه يمكن غير كيشم العافيه صافي ها هو طاب. كنعاودوا نحتفظوا بهذاك الماء النيت اللي فيه الثومه وفيه الحامض، وكنعملوا فيه السمكه اللي اختارينا، السمك البيض سواء الميرلا السول ولا اي نوع من السمك اللي متوفر اللي غادي يكون بيض. نعم حتى هذيك السمكه راه هي بالشوك ديالها بكلشي لها ناضيه صحيحه. نعم لما كطيب الدجاجه والقمرون والحوته اللي عندنا ديال الحوت الابيض كنخليو هذاك الماء على جنب، وكنبداو كنفرتو الدجاجه كنقيو القمرون وكنقيو السمك، كيبقى عندنا غير الهبيره ديال الدجاج القمرون حتى هو راه على جنب، وعندنا السمك حتى هو حيدنا منه الشوك، هادشي هو عندنا بوحديته. كندوزو دابا ناخذو مقيله وغنديرو فيها شويه ديال الزبده شويه ديال الزيت. الصبانيخ طبعا راه حنا منقينهم مزيان ولا غاسلينهم مزيان من التراب ومحيدين له داك العويد. وكنديروه عندنا كيلو او نص كيلو بحسب الاختيار على حساب الموجوديه، وكنديروه في هذيك المقيله قلتي ما نفوروه ما نعملوا له حتى حاجه مباشره في المقله، هو كيدوب كيدبل كيدوب راسو. نعم كتخليه شي شويه فوق البوطه دغيا كيبان لك دغيا جد ليه هبط كيولي غير شويش جد ليه هبط. اذا ها هو كلشي عندنا موجود، الدجاج مفرتت القمرون منقي السمك حتى هو منقي الصبانيغ واجدين. نعم صبانيغ كيطلقوا الماء كتخليهم شويه ينشفوا، لا دغيا كينشفوا لما درتي معاهم لا بزار لا ملحه دغيا كينشفوا. نعم كناخذوا طنجره اللي غادي نطيبوا فيها هادشي كامل. عندنا الدجاج المفرتت الصبانيغ والسمك الابيض كنديروا معاهم نص كاس من هذاك الماء ديال السليق ونص كاس ديال الحامض مع شويه ديال الملح ولا بزار بزار بيض لكان ممكن. هنا راه القمرون راه ما عملناش مع هذا الخليط، لا ما نديروش لا ما نديروش خليوه بوحديتو. نعم كنخليو هذا الخليط هذا كنشعلو عليه البوطه الجهد اللي كينشف من ذاك الحامض ومن ذاك الماء وكيشربوا مزيان، كنضيفوا عليه ربعه ديال القشده الطريه خشخش. اييه كنخليوه ايضا حتى القشده الطريه راه كتشرب كتشرب وكتزيد تعلك وكيولي غير دمعه. نعم كنخليوه كيغلى مزيان صافي ها هو الخليط هو واجد، نخليوه يبرد لان لعبنا فوق الورقات البسطيله غتقطع. نعم اييه نعم اذا الورقات البسطيله هي واجده عندنا كنحضروا لها حتى هي واحد الخليط اللي هو الزبده مذوبه مع جوج معالق ديال لاموطارد. تبارك الله هذاك هو الخليط اللي غادي ندهنوا به قبل ما نحطوا لافاكس. اييه الورقه هي عندنا في الطاوه او لا يمكن نعملوهم بسطيلات صغيورين ولا بحسب كل واحد الاختيار ديالو. كبيره هي الا كان جايين كديه في وحده كبيره. نعم كنصبوا الخليط ديالنا اللي حضرنا ديال الدجاج مع الصبانيغ مع السمك هو في البدايه، وعاد كنبداو كنستفوا القمرون باش ما كيهبطناش وما كيفسدش. اييه واللي كيعجبو مذاق الكوزه يا ريت يحك واحد شويش. نعم حيت كتجي مع لي زيبيناغ زوينه. نعم استفنا القمرون لمطنا البسطيله ندخلوها الفران طيب زوق باش كتزوقيها بالحامض غير الحامض غير الحامض. نعم كتبقى سوربريز ما كنديرو لا كروفيت لا والو ما نعرفوها لا فيها واش الدجاج ربما حتى ذاك الدجاج كيولي بحال السمك الابيض كيتلف ما كيبقاش يبان مع لي زيبيناغ والكوزه وهذاك والحامض كيجي غزال. نعم فريش. نعم تبارك الله عليك على البشرى صحه وراحه، ونتمنى مره اخرى ان شاء الله باش نعطي على اثر البطاطا الحلوه عطيكم واحد لاطاقه البطاطا الحلوه كتجي معتبره وحسن. دابا حنايا